السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم مجددا في المطبخ تاعي. طلبتوا لي بزاف وصفات تقليديه في الانستغرام، دونك ان شاء الله من هنا ورايح راح نقدم لكم وصفات تقليديه مع رمضان راهو جاي. خليكم معايا ما عندكم وين تروحوا، شوفوا لي غوسات هادو. واليوم تاني راح نشارك معاكم عشايا وصفه تاع الكفته بالزيتون وبالشامبينيون. بنينه بنينه بزاف، حنا نديروها هكا يعني نديروها هكا. معروف بزاف الطبق هذا عندنا في قسنطينه ويعني ما في الولايات الاخرى، بصح انا نعطيكم هذه طريقتي اللي ندير بها والطريقه تاعنا يعني كما حنا كبرنا بها. دونك هنا راح نحتاجو زيتون، شويه تاع شامبينيون، ملح، فلفل كحل، شويه تاع زيت، شويه ثوم، ثلاثه ولا اربع فصوص ثوم، ثوم الكبر تاعهم، شويه قارص، لحم مفروم هنايا ديكونجليتو، وهذه هي الطريقه تاعي اللي نكونجلي بها اللحم المفروم. نحطها في لي ساشي هادو، نهز القنوط تاعي ولا الحلال ونبلاطيها ونحطها في كونجيلاتور، ما تديليش البلاصه. وممكن كي نحب نجبدها 10 دقائق في الماء، نحطها غير الساشي هكا في الماء 10 دقائق يديكونجلا وحده، ما نحطو في الميكرويف ما والو. وثاني هنا عندي حبه بصله حمراء ملحيه، حيتها في الروبو بشويه تاع الماء. وقلت لكم عندي هنايا شويه تاع الروز مرحي، لكن ما عندكمش الروز مرحي تقدروا تستعملوا النشا، هذا شي فورمات اللي اكسترا يعني مليح للجاليه الجزائريه ولا العربيه يعني اللي ساكنين في امريكا. والروز المرحي، بالنسبه للروز المرحي جاوني بزاف لي كيسيون عليه في انستغرام، نشريه جينيرالمون عند العرب، تلقاوه في دي ساشي هكا مكتوب عليه اروز مرحي، ويجي ما شاء الله مرحي بيان بيان كي الفارينه. باسكو ميم كيما فنرحي في الدار، الروبو تاعي كان شويه عيان يجيني خشين، يعني ما من المحل بتاعي ولا يجيني شويه خشين، دونك هذا هو اللي نستعمله. ولكن عاد مش قلت لكم الروز تقدروا تستعملوا ثاني لا شابلور، هي تاع فارينه وشويه تاع معدنوس. هنا اول حاجه نبدا بها، نبدا الساع باذن الله مع الزيتون، وهنا الشمعه تاعنا ديما حاضره معنا. نغلي الساع الزيتون تاعي باش نحي له هذاك الملح كل، ونغليه خطرتين، الخطره الاولى نخليه يغلي ونزيد له المره الثانيه هكا باش الملح هذاك الكل يراح. ما حطيتش بزاف باسكو ما ناكلوهش، ما ياكلوهش الاولاد غير انا والراجل تاعي، دونك انا نخليه يطيب نحيلو الملوحيه ونوليو له. هنا الكفته تاعي راح نحط فيها شويه بصله هذيك اللي رحيت، شويه برك مش بزاف هكا، وراح نحط فيها ثاني شويه ملح، ما نكثرش بزاف باسكو عندنا الزيتون يكون شويه ثاني مالح ولا يطلق علينا، وشويه فلفل كحل هكا، عصرة قارص. انا نحب نحط له هكا بك شويه بك قارص باسكو الطبق هذا يحب بزاف القارص، يجي حامض شويه. ونزيد ثاني مغرف هكاك، مغرف ونص تاع الروز هكا هكا، ونجي هنا نمعسو. نستعمل لي غون هادو، انا هادو ما نطيب بهم كي سورتو كي تعود حاجه فيها الكركم ولا تطلق في الضوافر، نستعمل هادو بزاف سي بلو هيجينيك يعني نضافه وكل. وهادو نشريهم في محل والمارت، ها هم ديسبوزابل جلوفز، يديروا 98 سنس الله اعلم، فيها 120 وحده يعني يحكموا لكم. وبعد ما تكملوا يعني تطيشوهم وخلاص، يعني جو طاب كيما نقولوها. دركا كويرات يعني ماشي كويرات، هما يجيو هكا، يجيو شويه بالطول هكا، ها هكا، ونحطها على جنب ونبقى نكور فيها حتى نكملها ونرجع لكم. ها دركا كريت اللحم درناها مخلصنا، دركا نجي نرمدوهم في الفرينه. هنا راح نسحب شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت، علاه هنا الزبده والزيت باش الزيت ديجا ما تتحرقناش، وزيد الزبده والزيت يعطيونا اون تري بيل دوغور، اللحم تاعنا يجي يعني محمر وشباب. وحاجه واحده اخرى، اللحم ما لازمش يطيب كومبليتوم، جوست ما نحمروه على الوجوه في زوج ونرجعوه في لاصوص ان شاء الله. نبدا نقلي اللحم هذيك، نعمدها الساعه هكا فارينة، كل وحده وطريقتها في الكوزينه، وكل واحد طريقته في الكوزينه.
انا هذه هي طريقتي، حطيت فيها الزيت والزبده، كاين اللي يحط لها الزيت برك. ها هو اللحم حمرته وخليته على جنب. نجي دوكا باش نطيبوا لاصوص، نحط شويه تاع الزيت في الطنجره هكا، ونحط البصله اللي رحيتها هاي هنا، نحط لها شويه تاع الثوم، ثلاث فصوص هذوك، ملح ما نكثرش ثاني كما قلت لكم، الزيتون ديجا راهو مالح، فلفل كحل، نخليهم يتقلاو بيا، ونجي نزيد الفطر تاعي. هاي البصله تقلات، دوكا حنزيد لها الفطر هذاك شامبينيون، والزيتون اللي غليناه خطرتين. انا الزيتون هذا جاي محشي بشويه تاع الفلفل، فلفل احمر، ما كانش عندي الزيتون العادي. فوالا هكا نقليهم شويه مع بعضاهم، هم تقليو بيان. دوكا نجيب الماء سخون، نمرقهم بالماء سخون، صافون فيغ اون صوص، ونزيد تاني نرمي معاهم الكفته تاعي باش تكمل طيابها. دوكا لاصوص تاعنا طابت، نحيت شويه خليته يبرد، راح ندير العقده تاعي. هذه الفرينه اللي استعملتها قبل ما نطيشهاش، وهذه الزيت اللي قليت فيها، هذه اي معمره كيما نقولوها بالنكهه تاع اللحم. راح نهز شويه تاع الزيت هذيك، باسكو هذه كيما نقولوها طلقت العصاره تاعها تاع اللحم هذيك. اللحم هذيك طلقت الماء وطلقت البصله هذيك، تما الزيت هذه ديجا راهي كيما يقولوها فيها البنه. وهنا نهز الحبه تاع القعس هذاك النص اللي بقالي، نزيدو هنا عليها هكا، ولا صوص هذيك هكا، ودرك نحط الفرينه ونخلط. هنا لاصوص مادام بارده ماهيش حدير لنا، هنا لاصوص راهي بارده دونك ماهيش حدير لنا لي غرومو تما دوك الحبيبات تاع الفرينه هكا. ونجي نحط الخليط هذاك هنا، بسم الله، ها هو، نخليها طيب شويه هذيك الفرينه، ساعه ساعه نحرك عليها، والطبق تاعنا واجد. ودركا راح نشارك مع اختي اون استوس ميزون، يعني راح تدعوا لي بالخير يا البنات بعد ما تستعملوها هاد لاستوس. الجميع حاجه محروقه، ما تزيدوش تحكوا الببوطات تاعكم ولا لي كاسرول ولا المقلات، هاكم لاستوس هذه ودعوا لي بالخير. هزوا البيكربونات ورشوها على المقله تاعكم وهي سخونه هكاك، بعد ما نحيتوا لها داك الماء والزيت حطوا لها البيكربونات، وزيدوا لها شويه تاع ليكيد فيسال كما هكا، وزيدوا لها شويه ماء سخون، ورجعوها فوق الغاز، وخليوها تطبخ يعني تبقبق شويه هكاك. عندكم بقت تعود تفيض لكم مثلا، يدي لكم ديكه فوق الغاز واحده اخرى تولي تعشيو تنطفوا، وشوفوا هنايا لي ريزيدو هذوك كل اللي كانوا لاصقين تهزوا، وشوفوا دركا بدون اي مجهود، شوفوا هزوا غير حاجه هكا ومسحوها، يا لو كان حتى بطرف. ما تتجرح لكم المقله تاعكم، ما تتخبش وتبقى ديما جديده، جربوها ورجعوا لي الخبر. وهنا راح ندير شويه كسره، كسره غابيد كيما نقولوها، تاع نبه نبه. هنا حطيت 2 كيلات تاع السميد، سميد رقيق، وكيله تاع الفرينه، شويه خميره تاع الكاطو نواره بيان سور، وشويه ججلانيه. هنايا نشريها الججلانيه دي من عند الهنوده، تكون هكا ديجا محمصه خالصه، وشويه تاع الملح، وفنجال ونص تاع الزيت. نبدا نخلط فيهم هكا بلا باليت حتى يتجانسوا بيان المكونات هذوك، وان فوا كيتجانسوا نبدل لا باليت هذيك ونركب الكروشي. الكروشي علاش الكروشي؟ باش يعجننا لا بات بيان سور، باسكو لو كان تخليو لا باليت تاعكم العجينه حتكون ثقيله على الغوبو، يبدا يتحرك لكم
فهمتوا؟ سي كوم سا كيفسد لكم العجينه، تكون ثقيله على لو بغا. دونك سي بور سا كنحطوا لو كروشي هنا ونبدا نعجن فيها بالعقل. هنا عندي الماء دافي، ماشي سخون وماشي بارد، دافي. ونبدا نحط في الماء هذاك بالتدريج، ولابات لازم تكون شويه، تكون يعني شويه كولونت في اليدين. وهنايا حطيت 2 ملاعق تاع الزبده، تكون تمبيراتور امبيونت. ودركا ندخلهم في العجينه كما راكم تشوفوا هي، نعجن فيها حتى تدخل هذيك بيان الزبده، ونرش لها شويه فرينه. لكن كانت لاباط تاعكم كولوند بزاف يعني تلصق بزاف، ديروا لها شويه فرينه ولموها. ومن بعد نلوزها ونحطها تريح شويه قبل ما نقرصها. شوفوا هنا لازم تكون اون بات طريه. فوالا هنا نقسمها على 3. جامي ندير فوق 3 خبزات، ما نحبش نكونجلي انا الكسره، نحبوا ناكلوها على البلاصه ولا الغدوه الصباح. دونك هنا نلوزها كامله ونخليها تريح شويه، عاد من بعد نبدا نقرص فيها ونطيبها. ان شاء الله المره الجايه نشارك معاكم الكسره خسيس تاعنا اللي تجي غير بالسميد وكل اسرارها. عندي واحد الاسرار فيها لازم ندهم لكم، ونشارك معاكم تاني جميع انواع الطواجن بارابور للغاز تاعكم ولا لي بلاك اندكسيون. وانا هنايا حطيت بلاك تيفال راكم تشوفوا فيها، وحطيت فوقها الطاجين تاعي باش ما يطرطقليش. ولا كان ما عندكمش طاجين تقدروا تستعملوا غير اون بوال كيما هذه، المهم تكون ما تلصقش، ولا اون كريبيير ولا اي حاجه تطيبوا فيها، المهم ثقيله ما تلصق لكمش. وانقبوها هكاك وطيبوها، وان شاء الله قلت كيما قلت لكم المره الجايه نعطيكم كل اسرار تاع الكسره وكسره خميره. ام جايين لغوسات ان شاء الله رمضان، اصبروا عليا برك. وان شاء الله تكون عجبتكم لغوسات. هاي الكسره تاعنا محمره تهبل، لكن عجبتكم بارطاجيو معايا الرياليزاسيون تاعكم ان شاء الله في انستغرام. وهاو نخليه لكم هنايا، ونتلاقاو في امان الله في نوفل غوسيت تري بروشينمون. السلام عليكم.